حد فينا ليه مع ربنا سبحانه وتعالى سر من الأسرار، والسر ده ممكن يكون سبب المغفرة ونجاتنا من النار. زكاتنا في شهر رمضان المبارك بتفتح لينا أبواب الجنة مع المؤمنين والأبرار. زكاتك في شهر رمضان المبارك مع جمعية البر والتقوى المصرية. للتواصل مع جمعية البر والتقوى المصرية اتصل على 19038 أو من خلال الحساب البنكي 19038. جعل الله سبحانه وتعالى صنفا من الناس مبتلين بكثرة أموالهم، وجعل الله آخرين مبتلين بقلة هذه الأموال، وأمر هؤلاء الذين كثر الله مالهم بأن يعطوا هؤلاء الذين قلل الله أرزاقهم. وتقوم جمعية البر والتقوى بالنيابة عنكم بجمع الزكاة بشكل عام وزكاة الفطر بشكل خاص لتقدمها لهؤلاء المحتاجين لتدخل الفرحة والبهجة، فبادروا في هذه المبادرة وكونوا شركاء فيها. للتواصل مع جمعية البر والتقوى المصرية اتصل على 19038 أو من خلال الحساب البنكي 19038. عندي 5 عيال و4 بنات وولد، متجوزة بقالي من سنة 81، شغال على دراعه، شغال يعني بيزرع أجاري كده يعني عند الملاك. يعني ربنا رزقنا بنص أردب قمح بنص أردب ذرة ماشية والحمد لله. الأول والعيال صغيرة بقى يعني كنا على الله، مرة نلقى مرة ما نلقاش، مرة أهل الخير يجيبوا لنا حاجة، يجيبوا لنا بطانية الحاف ادي ومشت والحمد لله. كانت ماشيه بره عنك ضنك، ما كانش فيه والله، ما كانش فيه حاجه خالص. كنا بنستنى اما صاحب الارض يحاسب ويدينا نصر دب قمح نطحن العيال. بس الايام الصعبه كانت كتير قوي، كانت البنت تكبر اعوز جهاز، واحد يجيب لي غساله، واحد يجيب لي ثلاجه، واحد يجيب لي بوتاجاز، واحد يجيب لي طقم حلال، واحد يجيب لي سجاده. اللي كنت بقدر جهازها اجوزها، واللي ما كنتش بقدر جهازها لما ربنا يقدرني بقى واهل الخير يحنوا علي. بنات اللي هي اتجوزت الاول دي ما كانش في حاجه خالص، كنت مدينه وقت سده كل مره 100 جنيه، كل مره 200، كل مره حاجه، اي ما كان يوجد في ايدي اديله. الحاجات الصعبه اللي هي بتاع البنت الكبيره ما كانش معنا حاجه خالص، كانوا العيال صغيرين هي الكبيره فيهم، ما كانش في على وعيها بتجوز ولا غساله ولا حاجه. جبت لها حلتين وصحنين واهل العرس فرشوا بيتهم. هذا عنده السكر وراجل كبير يعني، جوزي بقاله 5 سنين ما بيشتغلش عشان كبر بقى وتعبان، والسكر برضو عمل معاه، راح الشمس كتير بيدوخ. بساعد ومساعد ربنا، بروح معاه اعمل ايه؟ ما فيش دخل والله، والله ما اي دخل داخل لنا، لا باخد 400 جنيه كفاله وكرامه دي بس. مصاريفها اجيب ايه؟ ان كان ربع كيلو عدس بطبخ انا والراجل على مرتين، ربع كيلو فول بطبخ انا هو برضو على مرتين بيساره بس. طبخنا كل اسبوع نجيب ربع كيلو لحمه، نص كيلو لحمه، اللي يديه لنا ربنا، فرخه اللي يديه ربنا، وسواء ما نلقاش خلاص الحمد لله. مشكلة انه عفش وبوس، ونقعد ناكل اللقمه انا والراجل تتعكس، ناكل ونلم لقمتنا ونقوم، والله قاعدين فيه هو زي ما هو كده انا والراجل، وساحه النطره بتنزل سواعي ابني يحن علينا وياخدنا عنده ننام عنده، بتنزل بتغرقنا، بيبقى ده المؤاخذه كله مي جوه وبره، النطره بتنزل اللي بتنزل فوق بتنزل علينا، بتمرمطنا بتمرمطنا حقيقي حتى هدومنا. بلما بقى ورا حمرة ابني تغسلها لي واجيب اما تنشف النطره نشفون، نجي نقعد تاني في الصفا احنا قاعدين زي ما احنا قاعدين، ربنا هو موجود. حشرات كتيرة، تعابين وواغش كتير بيجي لنا من على البحر ومن اللشق بتاع الحيطة، أما أنا قدرت أموت حاجة، ما قدرتش بتدنى تمشي
تمشي على برا، جاي لنا من برا برضه من العريشه. بخاف، حد ما بيخافش على نفسه؟ بخاف لا تقرصني تعمل لي حاجه تضرني، بس لا والله ولا تلاجة ولا بتجاز ولا غساله والله ولا اي حاجه من ده كله. بغسل على عيني، ما فيش الا هدوم وهدوم الراجل. بطبخ شويه الفلفل دقيقه، شويه العسل دقيقه، بس بتجاز قديمها. واحد كان مش عايزه عطهني، والله عطهني كده لله. تعبانه وما بيصعب عليا جاز ان انا اسيبه ويقوم يعمل حاجه، راجل كبير برضه. اقوم اعمل له كوبايه شاي، لقمه، اي حاجه، ادخله شويه ميه الحمام بس عشان يصلي. نفسي ان انا تعمله للبيت وتلاجه وبوتاجاز وغساله، بس تريحنا حتى في الغسيل. نفسي ابقى عايشه في امان، نفسي ابقى عايشه في الامان. أهلا وسهلا بحضراتكم، ودعوة جديدة من قلب طيب زي الفل، وبرنامج دعوة. الست إفراج محفوظ، ست على قد حالها، يمكن صغيرة في السن بس احنا شايفينها من كتر الهم أكبر من سنها، هي كل اللي عندها 50 سنة، وجوزها كمان قريب منها في السن، راجل أرزقي بيخرج يجيب أكل عيشه، يوم يلاقي ويوم ما لقيش. لكن عندهم 5 أولاد، جوزوا 4 وفاضل بنت على وش جواز، نفسها تسترها وتجوزها. وكمان زي ما احنا شايفين البيت على قد الحال، يمكن دايما القاسم المشترك اللي بنشوفه في كل الحالات ومعظمها ان مفيش سقف. تخيلوا كل أمنية الأسرة دي ان يكون عندها سقف يغطيها، يحميها من برد الشتاء، يحميها من حرارة الشمس في الصيف، يحميها من الحشرات والتعبين اللي ممكن تدخل عليهم. الست عندها 5 أولاد، جوزت 4 وفاضل بنت على وش جواز، نفسها تسترها، نفسها تطمن عليها. مش بنفكر بقى في تعليم ولا عيشة حلوة ولا أي حاجة، مجرد سقف، سقف يحميهم. جوزها راجل أرزقي زي ما قلنا، يمكن بيخرج يوم يلاقي رزقه ويوم لأ. بتطبخ على عين صغيرة، نفسها في حد يساعدها في بوتاجاز، حد يساعدها في تلاجة، في أكل. احنا في أيام مفترجة، يعني كلنا طول اليوم بنفكر، وكل يوم بنفكر في أنواع الموائد اللي هنقدمها والعزايم. ياريت نفكر ونشغل قلوبنا شوية ونحس قد إيه الناس دي من كتر ما هي بتتعفف، يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. راضيين وصابرين ومبتسمين، بس احنا كمان مش هنقدر ننام وجارنا جائع، زي ما وصانا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. ليس منا، يعني ليس من ملة المسلمين ولا المؤمنين ولا المتقين، يتبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يعلم إن جاره محتاج. الست كل طلباتها إنها تجوز بنتها وتسترها. يلا نشارك في جهازها، تعالوا بينا نسمع دعوة حلوة من الست إفراج اللي يكون ليها نصيب من اسمها، وربنا يفرج كربها على أيديكوا يا رب بإذن الله، وتكون سنة حلوة تجوز فيها بنتها، وربنا يسترها بسقف كويس لبيتها، تعيش حياة آمنة زيها زي حق أي حد في الحياة إنه يعيش مطمن وآمن. جزاكم الله خيرا، وتعالوا نردد وراها ونقول ورا دعوتها: أمين أمين أمين. يا رب ارزقني باللي يحن علي، وارزقني باللي يعمل لي بيتي، ويجيب لي غسالة وبوتاجاز وفرش أنام عليه. يا رب يا رب ابعت لي ولاد الحلال اللي يحنوا علي، ويبعتوا لنا فرش، ويبعتوا لنا غسالة، ويبعتوا لنا تلاجة. وإحنا على الله، والله أنا والراجل على الله، على ربنا، ما في أحن منه حد. والله نفسي في كل حاجة، نفسي في كل حاجة، والله نفسي في كل حاجة ولاد الخير ولاد الحلال يعملوها. ربنا يكتر من أمثالهم يا رب، اللي فيهم الخير وفيهم المحنة.